دلوقتي موجودين في منطقة شلالات اسمها ورشان. الحقيقة شلالات موجودة كتير جدا في شمال تايلاند، عشان معظم شمال تايلاند عبارة عن جبال ومرتفعات، فبالذات في الموسم اللي هو بتاع الأمطار اللي هو من شهر 5 لشهر 10 زي ما قلنا، الأمطار بتنزل كثيرة جدا وبتعمل شلالات طبيعية كتير جدا. تعالوا نشوف.